الكرة ملعوبة باتجاه أبو عرقوب، وهنا حسن الحكم يشير إلى ركلة جزاء. ماذا فعل طارق خطاب؟ هنا المحاربي ينظر للساعة، ينظر للساعة، وما زال الأمل موجود. أبو عرقوب أحرز هدف وتسبب بركلة جزاء، حصل على ركلة جزاء، لم يتسبب ركلة جزاء. وهنا نادي سحاب يقترب من إحراز ثاني الأهداف. شاهد هنا طارق خطاب الذي دخل قبل قليل، ماذا تفعل يا طارق؟ ركلة جزاء لمصلحة نادي سحاب، والمحارب ينظر للساعة، وتبقي 9 دقائق. يا محمد، هنا جمهور سحاب ينتظر. أبو عرقوب أمام الفاخوري، 4-1، وإذا ما أحرزها أبو عرقوب سيضيف الهدف الثاني لسحاب. أبو عرقوب، أبو عرقوب والفاخوري، وينجح ويحرز ثاني الأهداف لمصلحة نادي سحاب. لاعب يدخل يعمل الفارق، هدفين لأبو عرقوب، 4-2 للوحدات. الوقت المتبقي أكثر من 10 دقائق مع احتساب الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع.